عاطلين، مرحبا بيكم، رجع لكم في رياكسيون جديده واللطف يا ربي. معناها هو ما يتعب ويكتب ويسجل ويصور فيديو ولا فيديو كليب ويخلط يهبط قبل ما انا نهبط جوست رياكسيون. شوف تبارك الله القوه نتاع ام سي ميجو والقوه نتاع الجندي. فما برشا مرسي بكو على بيت جد من ليبيا، مرحبا بكم وشرفتوني، هذه اهم حاجه. اثنين انقسام على 50% مو حسب الكومنتات، ما عادش ديما بكست العباد اللي ما عطيتش كومنتات، مي 50% ولا اكثر شويه مشاو مع ميجو وباقي مشاو مع الجندي، على خاطر برشا حطوا كومنتات قالوا الجندي ما يعني كيما نقولوا ما عطاش البارز الكاسحين برشا، فمش ال فمش الهاردنس، فمش الحط المحط. يعني ممكن يكون ميجو في التراك الاول كان هارد كور اكثر، كان عاطي انرجي اكثر، الجندي كان كيما نقولوا فادك، عارف كيش نقولوا يبصر يهزر اكثر من انه يبيكي في ام سي ميجو. ومع بعد اذا قالت انه الجندي ثلاثه ولا اربع بارات حطم ام سي ميجو، لو كل واحد لوبينيون بتاعه. سمعت انه الجندي ما حسيتش انا في التراك، مي انه الجندي جبد اكس جوز اكس زوجة ميجو في التراك اللي فات، ما حسيتش الحقيقة. دونك هل انه كان صحيحة ما تجيش، مي ما نعرفش انه جوز كومنتير متعادي والا بالرسمي صارت. ولا نبداو نصليو على النبي، انت اخوتنا في غزة ربي معامل قبل ما عايشين فيها. ابونيو في اليوتيوب، ميرسي بوكو، سيبورت اكثر سيبورت ولاد ابونيو في اليوتيوب. مرحبا بكم في الانستغرام كيف فور رياكشن. ليتس جو. سراج افضل من غنى راب ليبي ويعتبر القدوه بتاعتي انا عندي قدوتي سراج ام سي مي. اوكي دونك قد ما مش تجيب لي كليبات نحكي عليك، قد ما مش تجيب الكليبات تحكي عليا. ايزي دونك اول انا في معلومه جديده انه سراج هو اسم ام سي ميجو، دونك قال او احسن رابر ليبي صار. سراج افضل من غنى راب ليبي اوكي ويعتبر القدوه بتاعتي انا عندي قدوتي سراج ام سي ميجو افضل من غنى راب ليبي. والله ريت انا شوف راني ديما قلت لكم راني انسان محايد، اما فما حاجات راه ما فيهش حيد، هذه حقيقه تعطي كل حق حقه. انك تجي تقول علي انا احسن اكزامبل، حط ديما انه انا وش نتعارك مع واحد يعمل يعني فيديوهات كيفي، هذاك اللي خرج نهار في بلاتفورم وقال فيدي احسن ديفا احسن واحد هذاك، نهار تشي شبني باش نحط جوست نمبر هذيك وتحط اون بوكل في فيديو وكاو بالنسبه لي انا ربحت، هذه الفيزيون تاعي انا. زادو ديستراك اي اي ما تعياش متصرفيك، ما تعياش متضرب، ما تعياش متلقلق ضرب في الميت. ريت 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 هاي البول عبد وقفت فيها مع ميكو، يعطيك متاع يعطيك الانرجي متاع راني شنشد عبد شنحطمو. الاخر جيب داخل الجندي داخلها فاني اكثر متاع مشكلي حاطط الغل نتاعو الكل. ما تعياش متصرفيك، ما تعياش متضرب، ما تعياش متلقلق ضرب في المية تحرام الدس الاول باتت فيك كان في مكانك نعتزل نشد ارقص. اوكي الضرب في المية قالوا ضرب قالوا انت يا انسان ما تعياش، الضرب في المية راهو حرام، ما كفكش ديس الاول راهو بعد ديس الاول راك الموت تعتزل. وتربيك هاي رخيص انا نشريك يعني بحر غريك يا رخيص انا نشريك غير شكون اللي يهبع بيك خاش عشبل بقدو ما تتنك فوق جبلناك لن... كي يقولك شو يقولك زادنا مع جبل بقدومة يقولك خاش على جبل بقدومة تتنك فوق الجبل انك ما كشري الفيك يبغى اللي انا اللي مربيك مش انا ما درت الشي انت اللي درتها بيدك زي الله صار
مش انني ما درت شيء، انت اللي درتها بيديك. مش ويك زي امك نغطيك، زي ابوك نفنص فيك، زي البت شنيك فيك، زي العصبان عليك فيك، تقول كوره مباصي فيك، زي ما قعدت تجري في الاول حتى نايا بنجريك وديما تجري، ما دام انا قدامك مش حتلحق ديما تجري، لسانه برا نيكا مقص يطيح يجي في حجري، كنحطها في نيكو بمقص يجي في حجري. اوكي هاردكور للسماء، هاردكور للسماء. باسي مالا قول لي شب نلبس فرشلي، مش فاضي للفروخ اللي معايا نتبيع وتشري، طيب والدان تقول نتنفس برداهم، لمبات مسراتة تريسلي ضيفو بحداهم، ما فيكش خير قطاطيس ديما ناكرات مولاهم. اوه ماكش ما فيكش خير قطاطيس ديما ناكرات مولاهم، معروف انه قطوس مي يعني ما يجيك كان على مصلحته انه باش ياكل وبعد يمشي وما معدوش معدوش اللويالتي، مش كيما الكلب. صح نرعى من الظروف انت حبوب ترعى معاهم، ندوي من تونس لاني ما اخترتش مكاني، وقت جبرني لازم نبدل عنواني. اوه قال انا جيت لتونس راني انا ما اخترتش مكاني، اخطر عندي مشكله مشكله في ليبيا على ذكر جيت لتونس. ندوي من تونس لاني ما اخترتش مكاني، وقت جبرني لازم نبدل عنواني، دولة حقرتني غادي الحمد لله راضي بشنجاني، وانت تطير تهبط علي زبي ما تاخدش مكاني، صار جايني في ملعبي ماك بوف تلعبي، كيف تبي تنكح قدوتك وانت متربي في ملعب. سكيلز سكيلز حقرتني غادي الحمد لله راضي بشنجاني، وانت تطير تهبط علي زبي ما تاخدش مكاني، صار جايني في ملعبي ماك بوف تلعبي، كيف تبي تنكح قدوتك وانت متربي في ملعبي. كيفاش تحب تنكح القدوة متاعك وانت متربي في الملعب متاعي؟ ياح تخنب في صنعتي وتحب تطفي شمعتي، يبغى كان جات في حمس معايا راك تغسل فرعتي. إله إلا الله إله إلا الله. في صنعتي وتحب تطفي شمعتي، يبغى كان جات في حمس معايا راك تغسل فرعتي. عبي طاسة نيك خباها تفضي طاسة نيك خباها، داري حديد ما يتكسرش نيك الدنيا باللي فيها. داري حديد ما تتكسرش انيك الدنيا باللي فيها، خاطر نقول لك اللي داروا بالنار ما يرميش للناس بالحجر، قالك انا داري حديد دونك معايا ما يهمنيش. اصانيك قباها تفضي طاسه نيك قباها، داري حديد ما يتكسرش انيك الدنيا باللي فيها، والمراه اللي تدوى عليها ندبحك، تدوى عليها نقول لك كان نشدك نهتك عرضك نتفل فيها، وما نحسبش فيها جوله غير انا نحب المانيكا، كلب دو خلسان رزين مخلط لي بالاريكا. سويتش متاع فلو ولا شانتي؟ مش فيها جولة غير انا يحب المانيكا، كلب دو خلسان رزين مخلط لي بالاريكا، تتوعم توباك وبيجي تسحبنا في امريكا، من كترة ما خبيت حتى ابراهيم لسام الشركة. تحسبش فيا خصم انا مش حاسبك بنادم، خوفي غدوة طنيك زرطة جيني تجري تبكي نادم. أي. انت في صبعي خاتم انت كنت لي خادم، انت انت في صبعي خاتم انت كنت لي انا خادم. برو ميسيون تاع الجندي صعيبة على خاطر خاطر السيد مستعرف ما يجيبش يجي قزم بواشني مشكلة انه تو الجندي ما يجيبش يجي قزم امسي ميجو، علاش؟ خاطر ديجا مستعرف بي اللي هو اكسح واحد، فاهمين؟ حتى في اي اكزامبل في الكورة في الدنيا في اي حاجة تعبت تمشي تقول انت لك انت القدوة متاعي، مش نهار اخر تتسبو ما تنجمش، حتى كان نهار اخر تسمي لكم مشاكل تسكت، استعرفت ودي عملت اللي هو القدوة متاعك. برفلي وشعبوط هالبشكال زي كرادم، اصلي ليبي ولد شيخ من بنغازي ومسراتة ديما بخشمي قدري عال، اصلي ليبي ولد شيخ ولد مسراتة. دوك هو خطر لعب له برش لقيتي ماكش عايش في ليبيا، لقيتي هارب من ليبيا، دوك يحب يوري راني انا راني ولد ليبيا وراني انا تلزيت اني نخرج من ليبيا. البشكال زي كرادم، اصلي ليبي ولد شيخ من بنغازي ومسراتة ديما بخشمي قدري عالية ومتصنف من القادة، نطيح لحد نجيب القوت وحدي ونحارب كالعادة، مش بوفة الورفة اللي بوفة هاكونا متاتا. قلت لي خدت مش البوفة بتاع الورفة اللي بوفة هاكونا متاتا. ادري في طرابلس قدروا كتاف، درت العار اول مرة نشوف راب الرسمة بالصيف، فرخ صغير عقله خفيف داخله مش نضيف، انت مفروض تخلصني لان اعطيتك فرصة بيف. واو واو مال فليكس، انت المفروض تخلصني اعطيتك فرصة متاعك معايا في بيف. عرفت فيش يا عرفك فيش بروفوكي يجاوبو على الجندي يا جاي في وقت اللي هو حاجته بالبيف. غير عقله خفيف داخله مش نضيف، انت مفروض تخلصني لان اعطيتك فرصه بيف. نقعد تاني جندي الاول تعرفني انا الاول، تقعد تاني تقعد عاشر المهم انا الاول، والفخر اللي تحكي عليه انا فاهمه من الاول، لك هلبه ما سمعتش ميك وتحب تشوفني نتحول صبع في عين. يا عاود الاول تعرفني انا الاول، تقعد تاني تقعد عاشر المهم انا الاول.
تقعد الثاني تقعد عاشر، معنى اتولي الثاني بعدي العاشر ومن الاول تقعد تاني جندي الاول تعرفني انا الاول تقعد تاني تقعد عاشر المهم انا الاول والفخ اللي تحكي عليه انا فاهمة من الاول والفخ اللي تحكي عليه انت يعني انت قلت لي انت نصبت لي فخ انا نعرف عليه نعرف انت انا نعرف حكيتك من الاول لك هلبة ما سمعتش ميك وتحب تشوفني عادك برشة ما شفتنيش انت راكح وزين نعم في مزيكا باهية نعم في مزيكا معنا كما نقولوا الروحي مش قاعد نديسي في دولة ولا نديسي في عبد عندك برشة مريتش نتحول مريلك مونستر نتحول صبع في عينك ما تقدرش تخسر ظهري سلختك لوم في نفسي كيف رديت عليك وزدت مفختك تعيش ولا تقعد هادي انت وبختك واحمد تعيش ولا تموت هذي انت وزهرك تربي كان في ليبيا راني نيكلك فيه انت اللي بدأ يا مالش انا رو الريم ما جاي اكينا على حاجة واحدة وانا فاهمها وانتو ما فاهمين دونك with all my respect ما نعش عرفتو هو حتيك هكيكا تاع بش يقعد في الوسط كان فهمتها بالغالط اذي كانت مخك حشاهولك كان فهمتها بالصحيح اذيك امورك فهمت تما انا ما قلتش اي الريم ما كتعطني هكيكا ما نعش عليها كي تقعد هادي انت وبختك واحمد ربي كان في ليبيا راني نيكلك فيه انت اللي بدات تقعير نردك لي قاع البير نردك لي حشمك وما عادش تعرف شن الدير تقعد ولا تسيب خير هادي ما تبش اما معلومه اذا كان جبدلو اذا كان برسمي جبدلو ما اكس مرتو راهو حقه اني جبدلو حاجه اخرى هذه معلومه اذا كان جبدلو يجبدلو ما جبدلوش ما كاركش تبرير ارقد نيك لاني فارد جناحي فوقك كنتير ومهما تدير مش حيصير شي لانك فرخ صغير لانك ما قدمت شي ما تسوى شي في سوق الحمير انت كلب عقاقير انت مكانك فوق السرير والتقرير قاعد موجود عندي في مكتب المدير وبرا نيك حتى لما كنت ندوخ انا ما كنتش زيك سيورة الدنيا تدور نطيح فيك العالم ضيق انفس ما عندك سرقت لي في الحرب منيك بس ما عندك سرقت لي هذاك على ذاك انت في الحرب بنيك تمشيش بكل انت بغلت تمشي تنيك مش ترابي ما تعرفش ترابي رديتش على سطوري زي ما درت انا في تراكي مستحيل تولي ميكو لاني كبير عليك وراقي يعني نجم مستحيل تكون انا على خاطر اني كبير عليك وراقي ما تشوفها بعيد عليك فوق قبح شو مزب كيف طلعق لي كنت تقول ان عمو حاضر غروا بيك صغر لك حاضر قالوا لك سب القاد فاضر سب ترند يا الوليد قول اني كبير عليك وراقي يعني نجمة تشوفها بعيد عليك فوق قبح شو مزب كيف طلعق لي كنت تقول ان عمو حاضر غروا بيك صغر لك حاضر قالوا لك سب القاد فاضر غروا بيك الولد الصغار قالوا لك سب القاد فاضر ريفرنس للسيري يا تفنوا الولد قسما بالله نضحي اشترى بريد تونس رابريت تونس ضحي بيهم على جيل بيف بين زوز رابريت كبار فهمت انا نصفي اشتر رابريت من لوحهم على جيل جيست بيف بين زوز رابريت كبار قاعد اصلا اشتر ليش ضحي بيه ما عنده حتى قيمة بالنسبة للموزيكا واثنين البيف شربحنا اكثر بترند هكا ترند سهل ترند شاطر انت بغل في رمضان ربي مصورينك فاطر انت قبل انت بغل في رمضان زب مصورينك فاطر هذا هو يعني الجون دي استعمل حاجات صارت قبل يعني غلطات عملها ميجو قبل اخي هذي قالوا لي انا كنت اذا غلطت راه ربي هو وحيد اللي حسبنا العام حلم كنت تنيك معايا صحبة حتى الناس اللي عشروا الحلم متاعك انك تنيك تكوني صاحبة معايا يا قالوا لي رد بالك صاحبة سارك جايفون 11 في حوش عز وشخ تحت صار بلوى قلت لي منيك مل منيك اختها حتى اللي فيوه لك انا بررت لك يا ميجو في البار الاول لوشتك على مهرب هو سيبه تو بلحت حطيت روحك في محطه معاه كان جبت لك مرة اكس مرتك عندك الحق كان ما جبت لكش حد من عائلتك ربي يديك انا كونتر الحاجه هذوما اما كان عم توصل جبد لي عائلتي دمرته وتقعد ام ولده معناها دوك اذا كان جبد لي ام ولدي يتحمل مسؤوليته كان ما جبتكش ما كركش تسرق فيه يوتيوب ترشك فيه تمول باش تدير ارقام عمري ما مولت انا مستحيل تولي تمول باش تدير ارقام معناتها في سبونسر تعمل فيه فيديوتك سبونسوريزي
باش يدير ارقام. اجل كيف تبي تولي يمسي واللي تجري عليه وتبي انا يا بغلك برت عليه في مصيف الشوهر عشان دارو لسيمو خوك ولا الراجل اللي ناك 3000 جنيه مبروك جماعة المساكن ناكو سلاسلك في التي يضربوك تجبد مصرات على لسانك ونقصوه والنيكوك. تجبد مصرات على لسانك شد نقصوه والنيكوك. بطل شو بطل الافلام دسكات بحسينك جام تكذب على الناس على اساس تطير بطل فاندام انت فبراريك الحمام كابر نجاسة حمام زي ما قالك لا يا اخوي ما تحبوش الاحترام. اي 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 زعما يبسس يا وليد قسما بالله. الفيديو ما عادش موجود في اليوتيوب قادش فشلنا قديمه قلتها بعد ما نكيت على التراك نتاع سيز بار متى ام سي ميجو قلت امنية حياتي الوحيدة هيك ميوزيكالمون في الراب الكولاب الوحيدة اللي نتمناها تصير بين الراب التونسي والراب الليبي اللي هو كلاي وميجو كنا عطيونا تراك بومباب كما نعرفين ميجو وكلاي خلاص انتهى اتس كلاوزد بالنسبة لي خاطر بالرسمي اقوى رابر في تونس واقوى رابر في ليبيا باش يتقابل فبراريك الحمام كابر نجاسة حمام زي ما قالك لا يا خوي ما تحبوش الاحترام. اي باك ما يحبوش الاحترام. ريق ريق قالك انا ريق ران ريق نايس 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 كيف حد اشتراك قلت لكم مهمة الجندي صعيبة علاش على خاطر حط روحه في محط ومتاع فان من الأول معنى أنا كي يقول على إنسان لو لمرو واحد راني أنا فان بيه وقدوتي جملة واحدة وصلنا معناها للأقوى حاجة دونك إنك تربح البيف لازم تكون مونستر يتاكلو تكنيك مو يتجيب الدوسية عليه حد ما يعرفهم عليه مهمتك صعبة ديما شخلي الاسباس الكبير الكومنتات الكومنتات خطر هو ما أدرى بالسين الليبي وبالقصة الكل يكون يصلحوا لي كان انا غلطت والا فهمت حاجه هكا والا عادي انك تقول على انسان اللي هو القدوه نتاعك بعد انتك لا شيء ديما راكم هو الاهم فيكم انتم مولمين اكثر مني في السن الليبيه نتقابلوا في ريكسيون اخرى